إذا مشاهدي متابعي قناة فاس بريس، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا بمدينة فاس العاصمة العلمية للمملكة. حالة استنفار قصوى هنا من رجال الشرطة ورجال القوات المساعدة، كيحاولوا ما أمكن أنهم يدخلوا أنهم يسعفوا الناس. كتشوفوا الطوبيس لحد الساعة مازال ما عندناش معطيات أكيدة لسبب الحادث. المهم الطوبيس هبط من هنايا من هذه الحدورة، هذه الطوبيس هبط من هنايا. بعد كيقول لك تقطعوا الفران، شي كيقول لك فقد السيطرة على الطوبيس. كتشوفوا ان الناس ها هما دول حول ما امكن. احنا بعدنا احتراما للاشخاص، انك كتشوفوا الناس طايحين هنا مقيوسين. سيارة الاسعاف كيشوفوا مشاهدينا الكرام انه كيحاولوا ما امكن انهم يشوفوا الحالات اللي مستعجله انهم يبادروا بهم. يكون هبط هكوني شنو ما يكونش ضار على وجهه. كتشوفوا مشاهدينا الكرام الناس، شوفوا مشاهدينا الكرام، كنحاول ما امكن ان نقول لكم بصور الصوره. اسباب لحد الساعه مازال ما عرفناهاش، اسباب مجهوله مازال لحد الساعه ما عرفناش معطيات، ما عند الناس شكون كيفاش وقع هذا الشيء وشنو وقع. لا حول ولا قوة الا بالله. دا كتشاهدوا رجال الوقاية المدنية شاهدين. كتشوفوا الناس مساكن مقيوسين، رجال الوقاية المدنية كيحاولوا. شفت رجال الشرطة، واحد من رجال الشرطة هز واحد السيدة بحاول ما امكن. مجهودات حتى من الناس اللي حاضرين هنا كيحاولوا يساعدوا، كيحاولوا. واحد رجل امن انا هز السيده على كتافه وديها، كيحاول ما امكن انه رجل امن الله يجزيه بخير حتى هو هز واحد السيده. وكنحاول ما امكن مشاهدينا الكرام انه شوفوا الشهامه هنا، هنا كتحضر الانسانيه، هنا شوفوا رجل امن هز واحد السيده الله يجزيه بخير. رجل امن يقوم يعني هذه الحمد لله. يعني هنا كتبقى المهنه، كتبقى هذه المهنه، ولكن كتحضر الروح الانسانيه هنا مشاهدينا الكرام. بصراحه الله يشافي الجميع، ربي يشافي. مجهودات جبارة من كل شيء، لا رجال الأمن لا الشباب. شوفوا الشباب كيهزوا الناس،
كان دائما كنضعوا علامه استفهام حتى رجال الوقايه المدنيه كنحاولوا ما نبينوش وجوه هاد الناس احتراما لهم، حتى رجال الوقايه المدنيه كيحاولوا ما امكن انهم يشوفوا الناس اللي مضرورين، رجال الامن كذلك شفنا قبل قليل ان رجل الامن هز واحد السيده على كتافه وغادي بها، والشباب حتى ديال الناس اللي كنشوفوا حتى الشباب حتى هما كيدخلوا، كنشوفوا الشباب حتى هما كيدخلوا وكيهزوا الناس، كنطلبوا دائما كنعاودوا واحد علامه استفهام ان وسائل النقل في مدينه فاس كي كتشوفوا ان الحافله وربما كيخي على حسب ما يروج ان تقطع له الفران، دائما هانتوما كتشوفوا الناس الشباب حتى هما كيدخلوا، هانتوما كيحاولوا ما امكن انهم جيت باب القيسه السوق ديال الجلد القديم تما غادي نحاول ما امكن الناس مقيوسين، غادي نحاول ما امكن ان الناس ما نقيسو لهمش هما الناس مقيوسين، كنحاول ما امكن ما نبينوش الناس في وجوههم، ولكن هاد الشباب كنشوفوا الشباب كيسبقوا ها هما الله يجازيهم بخير كيحاولوا ما امكن يساعدوا ما امكن كي كيشوفوا بالسبق انهم كيسبقوا مساكن، الله يشافي الجميع، كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى هاد الناس اللي تقاسوا بالشفاء العاجل، ولكن دائما السؤال المطروح ديال وسائل النقل مدينه فاس كي كنشوفوا هاد الطوبيسات على حسب ما يروج عندنا كيقالوا لنا ان تقطع له الفران وهبط هنايا، يعني الحاله الميكانيكيه ديال هاد الطوبيس كي كان جايبين لافيرايد كازا جايبين لافير كيقتلوا عباد الله هاد فاس، اقسم بالله الا خاصها شي حاجه ما فهمتش، طوبيس طول فيه العافيه، طوبيس يوقف في اونبان الرجل غادي يقرا غادي يدير شي حاجه كيوصل معطل كيسبق عليه المعلم الشيفاس رحمه الله رحمه الله. بغينا نعرفوا على قالوا لنا على حسب ما يروج قالوا لنا الناس هنا الناس قطعوا الفرن شنو الواقع الواقع بغينا نعرفوا الواقع ما عرفتوش انا اختي عاد جيت مورا هنا رديها ديها لابيلونس الواقع واش راه شوف غير الحاله تعطيك الخبر هابط بحذوره ما الا تقطع له الفرن ما لقى ما يدير غادي يمشي فين ما مشى هادو دابا دايزين في لا فيزيت تكنيك لا فيزيت تكنيك دوزهم هادي هي علامة استفهام اللي مطروحه في مدينه فاس فيزيت تكنيك دوزهم علاش دوزهم جايين من الدار البيضاء افيراي ما كانوا خدامين زولوهم جايبين وبزاف على حسب هادشي كنهضروا كنقولوا ان موجود هادشي وقع في باب القيسه مدينه فاس شي فاس كله شي فاس كله الدور فيه تلقى الكار غادي الدخان خارج منه موراه الدخان العافيه شحال طوبيس دارت فيه العافيه شحال طوبيس كيخلي اونبان الناس لا اله الا الله لا اله الا الله كاين شي ضحايا هنا ما فهمتش ما عرفتش انا اختي عاد دابا عاد هذا جيت نشوفها راه مازال السيد صراحه مجهودات ديال الشباب الوقايه المدنيه تيديروا اللي عليهم الشباب كيديروا اللي عليهم شنقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل شكرا نحاولوا ما امكن بالصوت والصوره كنقول لكم واقعه خطيره هنا في منطقه باب القيسه كي كنشوفوا مشاهدينا متبعي قناه فيس بريس الناس هنا هاد الطوبيس هذا هبط من الحدوره ها هو هبط من هنايا كان هنايا واحد دقيقه ولدي هبط من هنايا هبط من هنا هبط من هنا هبط من هنايا هكا وهبط كتشوف الطوبيس ها هو ده هبط في الحدوره كل واحد كيقول على حسب الناس كاين شي كيقول لنا ان تقطع له الفران شي كيقول لك هرب على شي حاجه ما عاد لحد الساعه هذا استاذي مزيان مرحبا 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 انا كنصور نحاول ما امكن الطوبيس ها هو شوف ها شوف الطوبيس ها الطوبيس كيشيوه هبط من الفوق وهبط هنايا كانوا الحمد لله على حسب ما يروج ان ما مات واحد وكنتمناو الشفاء العاجل لجميع المصابين كشيو هنايا حاولنا قبل قليل خدينا مع احد خو واحد الاخت اللي تصابت قال لك لحد الساعه مازال ما عرفوش اسمح لي شريف مازال ما عرفوش شنو السبب ديال الحادث لحد الساعه مازال ما وصلناش معلومات اكيده شنو وقع الطوبيس باش هبط هنايا نحاول ما امكن نشوفوا مع الناس اللي تقاسوا حاله الاستنفار هنا كبيره الاخ اللي كيتساءل كيقول لك فين بلاصه حنا كنقول كناكدوا لك ان في بلاصه باب القيسه السوق جهه السوق القديم ديال سوق الجلد القديم هنا في الفراج ديك الفراج فوق منه الطوبيس كان هابط مشيت جاي على بوجلود
وما عرفناش لحد الساعه معطيات اكيده شي كل واحد كي قولوا الفران ها قولوا الفران قولوا الفران على ما قالوا فاش لقاو على على ما قالوا الله اعلم قولوا الفران في هذيك الدوره قالك تقلب شي قلبات لا 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 ما تقلبش لا ما تقلبش على اذا السيد هذا بعد السلام ماشي هذاك قال لك خوالو البران خوالو البران وباقا ما يديرش فهاد الحدوره كنت حضرت فيها في لا ما حضرش انا غير سولت عاد جيت دابا عاد جيت لا هما اللي كانوا حاضرين انا كنا حاضر نحاول ما امكن نشوف لا انت ودي مازال صغير مازال صغير نحاول ما امكن نشوفوا نشوفوا شكون اللي كان حاضر نحاولوا نشوفوا شكون اللي كان حاضر هنايا الناس اللي كانوا حاضرين يقولوا لنا شنو كيوقع وشنو وقع شفنا بعد شفنا شي شباب حاولوا ما امكن نقربوا لهم خويا السلام عليكم كنتوا حاضرين هنا كنتوا حاضرين ما بقاش يا ولدي غاديين وانتم متابعينا بخير نحاول ما امكن نشوفوا الناس الناس مقيوسين ممكن نصورك اخي ممكن ممكن بلا ما نشدك بلا ما نشدك خويا خويا بلا ما نشدك بلا ما نشدك كاين شنو المشكل ما شادينكش اخي كنا جايين ندبر واحد السيد ندبر في ذوك السيره ما يبقاش الدفره ما شد والو ديريك من تما لهنيجان بكم تما كاينين الناس اللي تصابوا كاينين ترتو من رجليهم كاين بزاف المصابين لا ما توفى حتى واحد نصوروا معاك ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل واخا ندور لك هذا واحد من الضحايا متابعينا اللي غادي حيد ولدي تاع صغير خويا شد لي هكا خويا رشد لي هكا الله يحفظك شريف انا شطول خويا حكي لنا شنو وقع من الناس اللي كانوا راكبين في الطوبيسيك نعم شنو اللي وقع خويا شنو اللي وقع كنا جايين ودبر واحد السيد فوق عين الزيتن مع داك فين كيلقاو يضبلهم تما غادي مكثيري كثيره ما يبغيش الفرن ما شد والو بغا يدور تخرج بينا ديرك في هنايا الطاكسي راه مول ضرب مول الطاكسي كانت مستارين تما ضرب كل شيء ضرب كل اللي قدامه بدا يدير الطاكسي كان عامر ولا كان عايش عامر كان عامر عامر ما كتبقاش فين تنفس عامر وليدي الطوبيس عامر ما بقيناش ندوزو لوقات الحديثة لوقات الحديثة كل واحد وليدي بدا كيشطف شي في شي كنا نموت وليدي انتي لاباس لاله انتي لاباس دابا شوية وليدي شوية الحمد لله الحمد لله المرأة كتغزل المرأة كتغزل السيدة مرتي كيبقى حالتك شوية دابا فين شوية خويا انا كليتها في صدري والجنب ديالي وقلبي كان في صبيغه سكتة كلها كتحرقني دقدقنا كاملين شي فوق شي ما بقيناش منين نخرج عامر اخويا عامر 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 غادي بشويه ولا غادي لا الطوبيس كان غادي وكان غادي بشويه ولا لا ماشي بشويه المهم غادي مجهد غادي مجهد ماشي بشويه فاش بغى الفراني ما لقى كنلقى والو ما لقاش وعامر وليدي عامر 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 هذا الشيء البشر اللي كان فيه انت الشيء البشر اللي فيه اللي كان ما كاينش الطوبيسات هادو هنا في فاس راه غير الهرايس هادشي راه خصو شحال لهاد المدينه هاد المدينه علميه وتاريخيه وهي اقفص مدينه من ناحيه ديال النقل هاد السيده المقيوسه شحال هادي الزوجه ديالي انا تو في العام تعيطوا لي قال لي راه هذاك انا كنت نقول الله يستر لا تكون ماتت ولا ما نعرف الحمد لله على تفضل الله يرحم الوالدين الله يجازيكم بخير ولكن اخويا خصكم توصلوا هذه الرساله الله يجازيكم بخير المسؤولين على هذه المدينه خصهم المسؤولين على هذه المدينه راه خصهم يدوروا لهذه المدينه هذه المدينه راه تاريخيه وراه عندها على لا شريفه شريفه حيد لهم الطريق الله يسهل عليك حيد لهم الطريق الله يرحمهم اخيرا المدينه تاريخيه وعندها الناس المسؤولين عليها خصهم ينظروا لهذه المدينه خصهم يشوفوا بحال هاد الناس الطوبيسات والو النقل ما كاينش في هاد المدينه النقل منعدم في هاد المدينه
فهمتي لا فيراك معنى الكلمه فهمتي خويا انا خويا كنت جالس صليت المغرب في جامعه باب القيسه سمعت بان شي طوبيس هبط ودخل في واحد الطاكسي جينا تنشوفو ساعدنا الشباب اللي مقيوس وهادي عيطنا كان شويه تقريبا هذوك 30 40 هكذاك ديال الناس فهمتي صافي دخل في واحد الطاكسي بحال هذوك الطاكسيه اللي قصات له السرعه فهمتي على ما قالوا لنا واحد الاشخاص الناس هما اللي قالوا لنا الطاكسي بحال هي نقصات له الصوره فهمتي هو هبط بحالته من هنايا ومعايا الحمد لله على لطف الله بعدا شويه هبط بقى مع القبوره لا ما كاينش الموتى الحمد لله ما كاينش حاليا الموتى عمي كتبقى تسمع هاد المكان ايوا ما خصو اخويا اعيدوا النظر اخي في هادشي اللي واقع اخويا الطوبيسات والله الا مدقدقين لا فيرا وي صابغينهم مسوقين تزوقهم فهمتي خصهم يشوفوا المواطن اصاحبي المواطن مهلوك مهلوك في هاد البلاد فهمتي عدد المرات كيقول لك الطوبيسات غايجيو اش منعهم لا اش منعهم اش ما كاينش اش منعهم اش كذوب الكذوب اخويا الوعود الكاذبه الثالث فات اللي جالسين راهما كي كتشوفوا رجال الوقايه المدنيه والقوات المساعده والشرطه ورجال الامن وحتى الشباب شفنا الشباب كيهزوا الناس تقدقوا واخا نصور معاك والله ما تصوري ما درتش واخا خصك تقول احكي لنا شنو وقع خويا حنا كنا دايزين شفنا الطوبيس هود بواحد السرعه فائقه كنا واقفين ولكن الناس مساكن كلاوا اللي ترس اللي ترس من ظهرو اللي كلاوا عباد الله هادشي كل الصوره رجلو مسكين ترس من هذيك الطرف المسكين رجلو التحتانيه وكلاوا عباد الله لان طوبيس واحد اللي كاين عليه الزحام كيعمر طوبيس واحد ل 10 هو اللي كاين هذاك هبط لسيدي بوجيده هبط لسيدي بوجيده قالوا لي انا كنهبط وهما زاير هو واحد الطاكسي ديال واحد الطاكسي جا فوق المقابره تكالوا عليه المقابر هما اللي تكالوا عليه قال اخويا طوبيس ركبي فيه 60000 طوبيس واحد في المدينه كلها سيدي بوجيده والسرعه هي خط واحد العشرة واحد العشرة هو اللي كاين هو اللي كاين كيمشي ويجي مع كيمشي ويجي صافي بالسرعه ديالو خصو يمشي ويجي هو قلب عباد الله وحتى الشيفور مسكين حتى هو جابها في راسه حتى هو حتى الشيفور حتى هو سيدي بوجيده حتى لبوجلود من بوجلود حتى سونتر فيل عاوتاني حتى النيابه وهبط من النيابه حتى اخي شدني وحنا المرويكو سعلنا في راسنا عاد ما تشدنيش اي شحني اخويا الطوبيس حنايا كنطالبوا بالطوبيس يركبوا فيه 30 ماكسيمو 50 تركب 60000 واحد وكيفاش اخويا لا يعقل علاش ما فراناش الطوبيس الطوبيس ياك ما فراناش الله يطول عمرك المواطن هذاك اللي انتخب عليه المواطن بالله ينوب عليه وهو مضمور ها انت هالحالة فين وصل مدينة فاس احنا الغيرة اللي كتجينا على مدينة فاس يعني هاد الحالة وما نبغيش الباطاجة ما نبغيهاش لا من العمدة شكون اللي كون العمدة العمدة عنده صوابق وجنا الوقت ما مشي يغشتم وقطع شوفوا دابا الناس مساكن شوف الناس مقيوسين شوف معايا شوف معايا ما مشي يغشتم عندك خلاص عندك ما مشي شوفوا الناس مقيوسين ما مشي يغشتم غنهضر بواحد الجرأة ما نبغيش يعني على المباشر على المباشر احنا على المباشر فهاد المسؤولية شكون هو شكون غادي يعمل على هاد الناس شكون هل يغديكم النقل الحضري في مدينة فاس؟ هل يغديكم النقل الحضري في مدينة فاس؟ يعني هذه المدينة هذه دمرت من بعد ما كنقولوا 12 القرن فين هي 12 القرن ديالنا؟ هاد الشركة ما مشي غاشا غاشا هاد الشركة ما مشي غاشا غاشا فين ما كانت لافيري جايبها لنا هادو غير لافيري ديال كازا اللي جابت لنا انت غير الشياطة يعني فين هو التأمين ديال هاد المواطنين فين هو بزاف ديال هاد المسائل فكنهضروا بواحد الحقعة على مدينة فاس يعني الصراحة اللي كتقص حنا اللي كتقص حنا بزاف لا غنبداها لا من المستشارين لا غنبداها لا من أي حاجة الولي عيا وما يخدم عيا وما ينبه عيا وما يدير أي حاجة فكنحمل المسؤولية للجماعة الجماعة هي اللي دايرة لنا المشكل هنا في مدينة فاس ما عقات لنا غير بالدورات اليوم دورة غدا دورة بعد دورة
هذا هو باش قاتلينا، واش الجبل ومحيرين فيه غير الجبل، هذا هي البلاد ديال 12 القرن. شفتها عيب، والله إلا عيب، والله إلا عيب بالله. الله يدير شي تاويل بخير. شكرا بزاف كاين شي مشاهدينا الكرام في إطار المساعدة كنشوفوا أمبيلونس جاية نحاول ما أمكن. كتشوفوا ناس مقيوسين، هذه أمبيلونس ديال جاية تاهي في إطار المساعدة. سيارة إسعاف طبية هذه كنظن أنها خاصة، كنظن أنها خاصة أنا هذه جايتها هي في إطار المساعدة مشاهدينا الكرام. حسب المعلومات اللي قالوا الناس أن الحمد لله ما كانوش الضحايا، كانوا غير مصابين، ولكن مع زال لحد الساعة ما عرفناش. الناس قالوا أن تقطعوا الفران، شي كي يقول لك خوالوا الفران، شي كي يقول لك أن دوبل الطاكسي وما لقى ما يقبط، على حسب ما قالوا لنا. كشفنا ان كل شيء، ان المكونات ديال مدينه فاس انها جات ساعدت من الشباب، شفنا حتى القوات المساعده ولا رجال الاسعاف حتى هما دخلوا، كل شيء كيدخل، ورجال الشرطه والوقايه المدنيه مشاهدينا الكرام هي دخلت، شفنا كل شيء انه دخل. نحاولوا ما امكن مشاهدينا الكرام كيشيو الطوبيس، راه فين؟ راه الطوبيس كركب من الفوق، هبط من الحدوره، كان جاي من بوجلود اللي كيعرف مدينه فاس مزيان، كان جاي من بوجلود وصل لباب القيصه الفيراج، كيقالوا شهود عيان اللي حكوا لنا قال لك ان الطوبيس كان هابط ودوبل فاش بغى يرجع ما لقاش وخوالو الفران وهبط هنا في الحدوره اصابات اياه، ولكن لحد الساعه الحمد لله الله يشافيهم اعداء اولا، والحمد لله ما كاينش وفيات، وكنطلبوا السلامه والعافيه للجميع مشاهدينا الكرام، وكنشكركم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اختي سليمة، العالمي كتشمل خط، هذا الخط ديال 10 اللي كيجي من كنظن من لاكار للمحطه ديال الديس سيدي بوجيده، على حسب ما قالوا لنا الخط ديال 10.